الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال أين؟ لا يزال في موضوع علم الفلسفة. وأردنا أن نسرد أولا الأقوال في مواضيع العلم ابتداء قبل أن ندخل في تفصيل موضوع علم الفلسفة. ماذا كان موضوع علم الفلسفة بشكل عام؟ إذا كان العلم موضوع، الموضوع هو ماذا؟ ما يبحث. لا، لا أريد موضوع علم الفلسفة تحديدا، يعني الموضوع ما يبحث فيه عن عقائد الذات أو ما يحمل عليه، ما تحمل عليه عوارضه أو ما يحمل عليه عوارضه الذاتية بلا واسطة. طيب، قلنا هناك ثلاثة أقوال في لزوم أن يكون للعلم موضوع أو لا. بينا القول الأول وهو لزوم، والقول الثاني عدم اللزوم، والقول الثالث قلنا بالتفصيل. يعني وصلنا ماذا؟ للقول الثالث. القول التفصيل، وبعد أن تبين لا نريد أن نبين هذه، يعني ماذا التفصيل؟ ما كان علما حقيقيا يحتاج إلى موضوع، وما كان ليس علما حقيقيا لا يحتاج إلى موضوع. وما كان علما حقيقيا ما هو ملاكه؟ نحن أمس بينا نوعين القضايا، صحيح؟ قلنا الله حي، وقلنا ماذا؟ الصلاة واجبة، الصلاة واجبة. نوع الرابط بين الموضوع والمحمول هنا يختلف عن نوع الرابط بين الموضوع والمحمول في القضية الثانية. يعني ماذا؟ هذا لا ينفك، المحمول لا ينفك أبدا عن الموضوع، وفي الثاني يمكن أن ينفك، صحيح؟ هذا يمكن أن ينفك عن الموضوع. طيب، الآن أتصور أنه اتضح ما هو العلم الحقيقي ولو في الجملة وليس بالجملة. في الجملة يعني ماذا؟ أن هذا النوع من القضايا يعتبر من العلوم الحقيقية. يعني إذا كان العلم يبحث في هذا النوع من القضايا فهو من العلوم الحقيقية. الآن نريد ما هو الملاك، ما هو الملاك في هذا النوع من القضايا؟ يعني هذه النسبة ماذا تسمى؟ واضح؟ يعني نريد ماذا؟ هنا أن ننقح المطلب ونبين نوع هذه القضية أو نوع القضايا التي يتألف من هذا العلم حتى يكون حقيقيا. ابتداء نقول العلم يتركب من مجموعة مسائل هذا مسلم به، وهذه المسائل عبارة عن قضايا، وهذا مسلم به. كل مسألة عبارة عن ماذا؟ قضية. يعني ماذا؟ القضية تتألف من موضوع ومحمول.
يعني بعبارة أخرى أن العلم يتألف عبارة عن مجموعة من القضايا، موضوع ومحمول، هذا هو كل العلم. طيب، هناك ركنان أساسيان في كل قضية. ما هو هذان الركنان؟ طبعا نحن نريد كل ما تتألف منه قضية أو ما تتركب، فقط ما لنا عمل به هو الركن الأول الموضوع والمحمول، الركن الثاني النسبة بينهما، هذا تركيب القضية موضوع ومحمول ونسبة. سؤال، ما الذي يحدد نوع العلم، حقيقي أو اعتباري؟ النسبة المحمول. أحسن. إذن النسبة أو نوع، بين الموضوع والمحمول هو الذي يحدد نوع العلم. حتى نبين نوع النسبة وبين نوع القضايا، المحمول إذا نسب إلى الموضوع فهو على ثلاثة أنواع، من حيث نوع النسبة. النوع الأول أن يكون الموضوع بذاته علة تامة لحمل المحمول عليه مطلقا. يعني ماذا؟ طبعا مطلقا الآن تركها، ربما في بيان الآخر نوضحها أو لا، لكن عندما تقول الله مثلا موجود، الله حي، الأربعة زوج، سبب هذا الحمل ما هو؟ هل هناك سبب للحمل؟ يعني هل هناك أمر خارج عن الذات يقتضي أن تحمل المحمول على الموضوع؟ هل هناك أمر خارجي؟ يعني مثلا يمكن أن نسب، إذا كان أمرا خارجي فإمكان السلب ماذا؟ ممكن، والحال أنه لا يمكن السلب. هذا هو معنى أنه الموضوع بذاته علة تامة لحمل المحمول عليه، يعني لا يوجد أمر. وباصطلاح آخر، يعني باصطلاح المنطق، ماذا يسمى هذا؟ الخارج المحمول. الخارج المحمول في اصطلاح المنطقي يعني ماذا؟ يستخرج من الموضوع المحمول
يستخرج من الموضوع، بخلاف ما لو قلت مثلا زيد عالم. طب زيد عالم، زيد ذاته تقتضي العلم، لذلك يعني انت استخرجتها ولا او تحتاج الى ماذا؟ عروض شيء على الموضوع حتى ماذا؟ تحمل عليه. يعني لا بد ان يكون هناك علم عارض على الذات حتى تصل عند ماذا؟ ان تحمل هذا المحمول على الموضوع او على الذات. بخلاف هذا النوع من القضايا، لو قلت ايضا الله سبحانه وتعالى مثلا عالم بذاته هو عالم، انت فقط تستكشف ماذا؟ تستكشف وجود العلم، وان العلم هو ذاتي لله سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول ان الذات هي بذاتها تقتضي حمل محمول عليها، وليس امر اخر خارج عن الذات هو الذي يقتضي ذلك. واضح الى هنا؟ واضح؟ يعني كل امر ذاتي يكون عنده همه. ماذا؟ كل امر ذاتي يكون عنده همه. اذا كان المحمول بذاته ويقتضي ذلك الحمل، يعني هذه الذات ماذا تتصف او من ذاتياتها ان يكون ذلك المحمول محمولا عليها، وهذا يسمى ماذا؟ المحمول الموضوع بذاته ماذا؟ علة تامة. يعني لم يوجد شيء آخر ولا يوجد شيء آخر يبرر الحمل، بخلاف ما لو قلنا زيد عالم. زيد عالم لا تستطيع مثلا أن تقول زيد عالم من الولادة هو عالم، ليس عالم من الولادة، وإنما العلم عارض على ذاته، علم عارض، وإن كان بعد العروض يصبح مثلا ذاتيا لكمال النفس، ذاك بحث آخر. بس يكون فرق إذا قلنا زيد الموجود. زيد الموجود. هذه قضية جيدة. زيد لذاته يقتضي الوجود. لا يقتضي زيد لذاته، هو إما ممكن أو واجب. لذاته لا ممتنع الوجود ولا واجب الوجود. يعني هو عبارة عن ماذا؟ لا موجب ذاته، لا موجود ولا معدوم. هناك سبب ماذا أوجب خروجه من الإمكان الذاتي الذي نسميه أو العدم بمعنى آخر إلى الوجود، لكن ده لا تقدر. إذا قلنا زيد الموجود، نعم الموجود تقول ممكن أو واجب. الموجود لذاته حينئذ ماذا؟ الموجود ممكن أو المقدم واجب أو ممكن. هو الموجود لذاته بمجرد أن قلت موجود يعني ماذا؟ إما ممكن أو واجب، هل يمكن أن يكون ممتنع؟ لا يفرض آخر. إذا هذا لذاته الموجود لذاته ماذا؟ هو يقتضي ذلك، بخلاف ما لو قلت زيد ذاته لا تقتضي بما هو. طيب هذا اولا عله تامه، العله على نوعين، العله على نوعين، قد مطلق العلية والمعلولية، ونريد بهما ما هو بحسب الخارج، وقد نطلق العلة والمعلول ونريد بهما ما هو بحسب التحليل العقلي هذا النوع من القضايا أي نوع من هذه العلمية والمعنوية؟ هل يبكي بحسب التحليل العقلي او بحسب وجودها؟ يعني مثلا عندنا زيد عله لوجود الطاوله، هذا وجود خارجي عله ومعلوم، الله سبحانه وتعالى عله لوجود الموجودات الاخرى،
وهكذا العلل الوجودية الخارجية. مرة نقصد هذا، مرة لا، نقصد بالتحليل العقلي لا يوجد ما بإزاء في الخارج عندنا علة ومعلول، وإنما هما واحد، يعني علة والمعلول. انظر عندما نقول الموضوع إذا علة لحمل، علة تامة لحمل محمول، يعني عندنا عندما نقول الله عالم هذا موضوع هو علة، صح؟ لأنه علة تامة لحمل محمول عليه، وهذا معلول. فأي نوع من العلية والمعلولية هذه؟ تحليل عقلي. هذا هو أحسن. من خلال المثال يتضح ماذا؟ أنه لا يوجد عندنا تمايز في الخارج يسمى علة ومعلول، وإنما ولا حاكي. قد تقول لي مثلا عندما أقول زيد علة للطاولة، الآن هذه العبارة بنفسها وبحسب الوجود الخارجي، ليس موجودا خارجيا، هي موجود ذهني وحلل إلى ألفاظ، وهذه ليست لكنها حاكية على ما بإزاء، عن ما بإزاء في الخارج. يوجد في الخارج تمايز بين العلة والمعلول، يوجد في الخارج تمايز بين هو المقصود هنا ماذا؟ أن نبين أن العلة والمعلول يوجد تمايز ما بينهما في الخارج. هذا عندما نقول ما هو بحسب الخارج أو لا، علة ومعلول في الخارج شيء واحد، لكن العقل يحلل. عندما أقول الله عالم، الله موجود، هذا بين الله وصفة العلم وصفة الوجود، هل يوجد في الخارج ما بإزاء يسمى علة والله، وما بإزاء يسمى معلول هو العلم؟ لا يوجد. فقط هذا ماذا؟ تحليل عقلي. وبالتالي مرادنا هنا، انظر الآن نخصص، خلينا نخصص، ومرادنا من هذا النوع من القضايا القسم الثاني، يعني هذا، أي أدرك بحسب التحليل العقلي اجتماع النقيضين محال، صح أو ممتنع، ربما هذا أيضا يكون أوضح. واجتماع النقيضين، عندنا نقيضين في الخارج يمكن أن نجتمع، الاستحالة شيء والنقيضين شيء آخر. الاستحالة هي الذاتية، ومن أبدى البديهيات أول قضية تدخل فيها في العلم أنه يجب أن تكون عندك هذه مسلمة، أبدى البديهيات لابد أن تكون عندك هذه مسلمة. الاستحالة شيء في الخارج، والاجتماع النقيضين شيء آخر، لا، بل هذا اجتماع النقيضين في ذاته هو يقتضي ماذا؟ الاستحالة. إلا طبعاً عند بعض الأقوال كما يقال، شارك عمار بن ياسر مثلاً في معركة معاوية رضي الله عنه مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، هناك ممكن أن يشبعوا نقيضين طبعاً عند بعض الأقوال. أو الجلوس مع علي رضي الله عنه أنفع، لكن الجلوس على مائدة معاوية مثلا أجسد رضي الله عنه. على كل هذا النوع من القضايا يسمى بالعلية والمعلولية التحليلية، وهو الذي نريد به هو هذا النوع من المحمولات. جيد، يعني أن المحمول لا ينفك عن الموضوع. انظر عندما نقول، طبعا توضيح اكثر، هناك بيان اكثر، لكن بشكل مختصر حتى لا نكتب اكثر ولا يطيل اكثر. خصوصيات هذا النوع، اولا كلما فرضت فردا، طبعا هذا الموضوع، هذا الموضوع قد يكون بعض الاحيان كلي، قد يكون كليا له افراد. هل عندما نقول المحمول يحمل على الموضوع
يعني أن بعض الأفراد تنطبق عليها ينطبق عليها المحمول أو لا، هذا نقول كل هذا الحكم كلي ينطبق على كل أفراد الموضوع. إذا فرض للموضوع أفراد فالحكم كلي ينطبق على كل أفراد الموضوع. كلما ثبت اثنين متناقضين لا يجتمعان، هذا من ناحية الكلية. ومن ناحية هل يختص بزمن دون زمن آخر؟ لا يختص بزمن دون زمن آخر. وبالتالي مطلقا يعني ماذا؟ في كل الأحوال هذا الموضوع يقتضي حمل المحمول عليه بذاته لذاته في ذاته في كل الأحوال، سواء في نشأة هذه النشأة النشأة الأخرى، سواء في الأفراد كليا من ناحية الأفراد كليا من ناحية الزمان، في كل الأحوال هذا المحمول ماذا؟ يحمل على الموضوع. طيب هذا المحمول هو الذي يسمى بالعرض الذاتي للموضوع، وهذا النوع من المحمول هو الذي يسمى بالعرض الذاتي للموضوع. يعني ماذا؟ يعني ذاتي له، ليس كما تذكرون دليل القول بعدم لزوم أن يكون الموضوعي محمولاً للمحمول موضوع المحمولات موضوع واحد، يعني العلم موضوع واحد، أنه عدم إمكان افتراض جامع سنخي بين موضوعات المسائل ومحمولاتها. لماذا؟ ماذا كان السبب؟ أن المحمول عارض على الموضوع، والحاج ليس مطلقاً عارض بحسب الفهم الدنيا، لكنه ذاتي بحسب الخارج. أنا أقول الله موجود مثلا، هذا الوجود ذاتي له، ليس أنه نحن من عرضنا ذلك على أو عرض عليه عارض وذاتي له. وبالتالي يشكل عليه ليس مطلقا، ذلك الكلام ليس مطلقا، من هنا يتضح هذا. يعني النتيجة ماذا؟ أن المحمول ذاتي للموضوع فقط هذا. وبالتالي إذا ملاك العلم، العلم الحقيقي ما كانت محمولات مسائله أعراضا ذاتية للموضوعات. طبعا نقول موضوعات باعتبار ما تعدد المسائل، يطلع هذا أكثر في مقابله عندما نبين ما هو في مقابله. طبعا هذا اجعله بذهنك في ذهنك بذهنك لذهنك بشكل جيد، سوف نأتي أيضا نرجع إليه لنا عمل آخر، إلى الآن لم نحدد بعض الأمور. إذن صار واضح إلى الآن ما يبحث عن أراد ذاته، ما مقصود بالذات، ما كان موضوعه يقتضي ويوجب ويكون علة تامة لحمل المحمول عليه لذاته، هذا هو المقصود. ماذا؟ قال لا ينفع عن الموضوع، المحمول لا ينفع عن الموضوع. عفوا بالنسبة لزيد موجود مثل هذا المثال، يمكن أن نقول من ذاتي هو زيد موجود. زيد موجود، نعم. الوجود ذاتي لزيد، ذاتي لزيد صار. ممكن أن نقول ليس بهذا المعنى، إذا ذاتي لزيد وصار واجب الوجود. الوجود موجود، هو وجوده بوجود غيره، يعني سوف يأتي أن الممكن ممكن ذاتي. لماذا؟ لأنه دائما مقتضي، دائما يحتاج إلى وجود ما هو أعلى من، يعني وجود واجب الوجود.
طالما هو ممكن فهو ممكن في جميع الاحوال. طبعا وان كان طبعا وهذا بحث المشكل نحن نحتاج مثلا ان نجمع بين العلوم. يعني انا ندخل في بحث اخر هذا. انا اقول الممكن ليس واجبا صحيح، لكن هل انه هو موجود منذ الازل؟ منذ القدم الى الازل؟ صفة الله خالق، الله مثلا فياض، هذه تنفك عن الله سبحانه وتعالى؟ هو الخلق ليس من صفة الفعل؟ الخلق من صفة الفعل أو ليس من صفة؟ إذا تنفك يعني قبل الخلق لم يكن هناك لا يا خالق يا أصلا. ما هو الفرق بين الفيض والخلق؟ ذاتية غير الخالقية غير. إذا كنا نقول أن هذه وجود هذه المخلوقات من الله سبحانه وتعالى وإن كان خرجنا عن بحث، لكن أريد أن أقول حتى نجمع أنه كيف يمكن أن نقول أنه ممكن الوجود وجود ممكن الوجود يعني لم يكن موجودا، هذا هو معنى او لا؟ ممكن الوجود قد يكون موجودا لكنه ماذا؟ طالما انه ممكن الوجود يبقى محتاجا الى العلم وان كان ماذا؟ قديما. هل يمكن فرض ذات الهيه بدون فيض بدون وجود اخر غير الذات الالهيه؟ اصلا هذا سؤال له علاقة بالكلام وله علاقة بعلم الفلسفة. الذات الإلهية بما هي ذات إلهية، هل يمكن أن تفرض في يوم كما قال عليه السلام كان الله ولم يكن شيء معه؟ يعني ماذا لم يكن شيء معه؟ والآن نحن نقول أيضا أنه فياض والفيض والكرم، هذا الخلق ليس من الفيض والكرم؟ وإلا لم يكن ماذا أفضل من هذا؟ وبالتالي إذا كان الفيض صفة ذاتية يعني لا يمكن أن تصف الله سبحانه وتعالى بخلاف الفيض، ففيضه هو ماذا؟ منذ القدم. فيضه منذ القدم، إذا هو ملازم لوجود هذا الفيض. يعني عندما نقول لا يمكن أن تفرض ذات إلهية خارجة عن الفيض ولا تكون فياضة، إذا فرضنا هذا فهو خلاف الكمال الإلهي. والكمال الإلهي ماذا؟ أن تكون ذات فياضة. عندما تفسير الحديث عندما يقول خلق الله الخلق لماذا؟ أحب نفسه فخلق الخلق لكي يعبد، يعني ماذا؟ فهذا كنز مخفي. بالنتيجة إذا كان الله فياضا وسلبنا صفة الفيض عنه، هل يلزم منه النقص أو لا؟ إذا لزم منه النقص إذا منذ القدم هو متصف ماذا؟ بالفيض. ومنذ القدم متصف بنحو أن هناك معه موجودات أخرى، وهذا يحتاج إلى وهذه الصفة. وبالتالي هذه الصفة توصف بالمكان أو توصف الوجود يكون ذاتيا للموجود. والممكن حال انه طبعا عندما ابحث في الماهيه بذاتها لا هي موجوده ولا هي معدومه، وهذا كيف ايضا فهمه هذه القضيه. على كل حال طبعا انا فقط اشرج هذه الاشياء حتى تفكروا فيها قليلا، حتى بعضهم الى الان لم نصل الى بعض النتائج. لذلك انا اصل الى نتيجه ان كل هذه الصفات التي تعتبر هي صفات خلق تقريبا ترجع إلى الذات، وهذا يحتاج إلى توضيح آخر. على كل النوع الثاني وانظر شبيه بهذا، أن يكون الموضوع علة
لحمل المحمول عليه لا مطلقا بل بألف قيد وقيد. الآن تضبط عندك مسألة مسلك العدلية، سواء مثلا إذا فرضنا مثلا المعتزلة أو الإمامي، أنه في الواجبات والمحرمات يعني التكاليف الشرعية يوجد عندنا مصلحة ومفسدة، صحيح؟ يعني قبل تشريع هناك مصلحة موجودة أو لا؟ بعد أن شرعت وجدت المصلحة. أنتم ماذا تقولون؟ نعم، ولذلك يكون ماذا؟ يكون هكذا، جعل اعتباري واقعا اعتباري. عندما نقول مسلك، سوف يأتي هذا بحث أيضا في إذا درستم إن شاء الله في الكفاية أو في غيرها، حتى عندما شرع التكليف شرع لأجل أن يترتب على الصلاة مثلا مصلحة، ويترتب على شرب الخمر مثلا مفسدة قبل أن تشرع، يعني هذا في علم الله أنه يترتب عليها، وإن لم تكن قبل لم يكن قبل ذلك، يعني قبل الصلاة. انظر، يعني لا يقول لي أحد أنت قلت أنا اعتبارية لكن ماذا كاشف عن واقع خارجي، لا، ليست كاشف عن واقع خارجي قبل وجودها. قبل الصلاة يوجد عندنا شيء في الخارج اسمه مفسدة، لكن الغاية ما هي؟ أنه قبل تشريعها في علم الله ماذا؟ هناك مفسدة، عفوا ليس صلاة، إذا ذهبنا مثلا إلى الخمر هناك مفسدة تترتب ماذا؟ على هذا الفعل بعد إيجابه، وعلى قبل إيجابه هل يوجد مفسدة؟ ليس كاشفا عن الخارج، كاشف عن الخارج ما بعد الوقوع. جيد؟ هذا الفرق بينه وبين هذا. المهم أنه لوجود مصلحة نقول هنا على مسلك العدلية هناك مصلحة ومفسدة تترتب على التكاليف الشرعية. التكاليف الشرعية أعم من الواجب والمحرم والمستحب والمكروه، هذه الأمور. فالصلاة مثلا تترتب عليها مصلحة، ولذلك شرعت. شرب الخمر يترتب عليه مفسدة ولذلك شرع. الآن ما علاقة هذا؟ نحن نريد قضية، نريد ماذا؟ قضية. الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام. قضية أو ليست بقضية؟ طيب، الوجوب هذا اعتباري، لكن بأي اعتبار؟ باعتبار أن الصلاة، لأن في علم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يترتب عليها مصلحة. واضح؟ الصلاة بذاتها تقتضي هذا الوجوب، لكن هذا الوجوب هو جعل ماذا؟ اعتباري. انظر، يعني جمع ما بين الذاتية والاعتبارية، حد وسط ما بين الذاتية والاعتبار. الصلاة في ذاتها تقتضي الوجوب، وإلا كان عبثا أن يأتي المولى كما قالت بعض المذاهب والفرق أنه بدون أن يكون هناك مصلحة ومفسدة تترتب على الصلاة أوجب الله الصلاة، بعد ذلك ماذا؟ تأتي المصلحة والمفسدة. لا،
في علم الله يترتب عليها إيجاب الصلاة، إيجاب الصلاة أو القيام بالصلاة يترتب عليه ماذا؟ مصلحة معينة في علم الله. قبل تشريعها هذه المصلحة والمفسدة موجودة في علم الله، وبالتالي شرعت. فالصلاة بذاتها تقتضي وجوبا الوجوب، لكن ماذا؟ هذا الوجوب لا يستطيع الإنسان ماذا؟ أن يكتشفه، لا يستطيع أن يوجبه، لا يستطيع أن يقوم به لمحدوديته. وما الذي لو لم تشرع الصلاة ما الذي أدرى أن الصلاة واجبة؟ بينما عندما تقول الموجود ممكن أو واجب، وهذا يحتاج إلى تشريع، يحتاج إلى تشريع. والله لو بقيت دهرا لو لم تكن صلاة واجب هل تجب الصلاة؟ لو عشت دهرا، بل بالعكس النفس الإنسان لماذا تقتضي النفس الأمارة بالسوء وليس بالنفس الإلهية الإنسان الكامل تقتضي ماذا؟ عدم ما الخروج عن عمدة ماذا؟ أي تكليف كان. وذلك الفوضى أحيانا تنتشر في المجتمع. إذا الصلاة بذلك تقتضي الوجوب، فأوجب الله ماذا؟ الصلاة. وهذه ذاتية، علاقة ذاتية، علاقة ذاتية، لكن ماذا؟ باعتبار من الله. هذا هو هذا النوع الثاني يدخل في بحثنا أو لا يدخل؟ لا يدخل. لماذا؟ هل تقتضي المصلحة؟ عندما أقول مثلا شرب الخمر حرام مطلقا، يعني يترتب على شرب الخمر مفسدة مطلقا أو لا؟ مقيد. هذا الآن أبين هذا مقيد بألف قيد وقيد، ألف مجازي وليس معنى حقيقي. مقيد بألف قيد وقيد يعني مجازي. أولا كل التكاليف مقيدة بماذا؟ البلوغ والعقل وماذا؟ البلوغ والعقل والإرادة القدرة وإلى آخره. هذا أول قيد عام، هناك قيود عامة، هنا قيود خاصة. وعندما نقول أن الخمر حرام، لو أنت في صحراء الآن وبيترتب على الخمر في ذاته مسألة صحيح، لكن عندما تقول أن كنت في صحراء وعطشان ولم توجد أمامك إلا بصلاحنا بطحة شيخ يعني ما لا تذنبه لا هذا وعاء فيه ماذا؟ فيه خمر، ماذا تفعل؟ تموت أو تشرب. هنا بعد ماذا؟ إذا مقيدة بعدم ماذا؟ بعدم الضرر. إذا هذا قيد آخر. والصلاة أيضا هل أنت مكلف؟ حتى هنا شرب الخمر طبعا الآن لا نناقش فيه، أنا في هذه النشأة أو في غير نشأتين كان موجود أو ليس موجود، على كل هذا بحث آخر أيضا. والصلاة بعض التكاليف كان في هذه النشأة لم تكن في نشأة أخرى، ولا تكون في نشأة، على الأقل لو كانت في النشآت السابقة ليست موجودة في النشآت الأخرى. صحيح؟ يعني يوجد عندك في البرزخ مثلا، يوجد عندك في البرزخ تكليف صلاة وصيام وحج وزكاة أو في الآخرة، وإذا مختصة بالنشأة. بينما اجتماع الناقضين، اجتماع الناقضان يوم القيامة يعني يمكن أن يكون في آن واحد شخص في الجنة وفي النار، أو يمكن أن يكون في آن واحد مثلا كذا وكذا، أو أي قضية من القضايا الأخرى تفترضها. كما قلنا هذه هي القاعدة، هنا مقيد بألف قيد وقيد، يعني ليس في كل النشأة وليس في كل الأزمنة ولا يطبق على جميع الأفراد. كما بعض الأفراد مثلا كما قلنا هنا الصلاة واجبة، لو كان غائبا عن الوعي من أول الصبح إلى آخر الظهر مثلا بعد أو بعد المغرب إلى المغرب تجب عليه الصلاة، قد يكون اختلاف فيها. أو مثلا كذلك كما قال عن المرأة الحائض، ماذا؟ هناك بعض الأفراد خرجت، ليس لا ينطبق على جميع، بخلاف الأول ينطبق على جميع الأفراد في كل نشاط وفي كل لازمة. إذن هذا لا يدخل في بحثنا، يعني لا يعتبر ذاتيا المحمول ليس ذاتيا للموضوع بالمعنى الأول، هذا لا نريده. بقي عندنا نوع واحد
هذا نوع يسمونه علم الاعتباري اللي نطلق عليه. اعتباري. عمل اعتباري لكنه في نفس الوقت ماذا الموضوع؟ وإذا قلنا نحن أنه هذا بحث أيضا أنه كيف يترتب على مسألة اعتبارية أثر خارجي، هذا هو المعنى، يعني أنه عندنا موضوع يقتضي بذاته الحمل لكنه بألف شرط وألف قيد وقيد. على كل نحن الآن في صدد بيان أنه يدخل أو لا يدخل، يعني ما معنى لذاته الثالث لا من الأول ولا من الثاني، يعني لا يقضي الحمل بذاته، الموضوع لا يقضي الحمل المحمول المحمول عليه بذاته، ولا لا مطلقا ولا مقيدا، وإنما هو مجرد اعتبار نوع علاقة ونسبة بين المحمول والموضوع لغاية وهدف في بطن الشاعر كما يقال، واستحسانات مثلا واستحسان وإلى آخره، مثل ماذا؟ مثل قضايا علم النحو ووضع الألفاظ للمعاني على القول بأن الواضع هو الإنسان. عندما تقول مثلا في علم النحو أنت تعتبر مجرد اعتبار الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، مثلا زيد أو الأسد لذلك الحيوان المعروف، طبعا هذا اللفظ أسد، وبعد اللفظ أسد وضعتها على جلالة الله حمار من الأول، هل يوجد مشكلة كان؟ ومع هذا القول لم يكن هذه المشكلة. أيضا فاعل لو جعلته ماذا منصوبا من الأول تعتاد الناس على هذه المسألة، كما لو كان عندك قانون مثلا لم يكن موجودا أو كان بنوع نحو آخر فبدلته، الناس اعتادت على ذلك القانون واعتباريه، ثم جعلت قانونا آخر في البداية الأمر ذلك ماذا صعوبة في تأقلم الناس على هذا، لكن عندما يمضي زمان مثل قانون الحضور في الصف مثلا أو قانون التعود على الامتحانات والقوانين المعينة، وهذه البداية تكون ماذا صعب، لكن عندما تتعود ماذا تصبح رابط، يعني عندما يتبادر إلى ذهنك ماذا الصف والدرس يتبادر إلى ذهنك الامتحان والحضور في الصف والحضور والغياب، صحيح؟ فهنا هذا كذلك يعني هو اعتباري، بعد الاعتبار يوجد ماذا؟ توجد نوع من الألفة والأنس بين هذا المحمول والموضوع، فقط مجرد هذا، ولو بدلته نعم قد يقال عرف أن هذا الأمر سيء، مثلا لو أنت وصلت الفاعل ورفعت المفعول هذا عرفا قال ماذا؟ أنت لا تعرف اللغة العربية، لكن من الناحية التكوينية أو من ناحية أخرى بخير غير الاعتبار لا يوجد مشكلة أصلا. هذه ثلاثة أنواع من القضايا، ما هو محل بحثنا هو هذا، كما قلنا العلم الحقيقي ما كانت محمولات مسائل أعراضا ذاتيا للموضوعات، وعندما نقول هنا ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية الذاتية العوارض الذاتية، وهذا المقصود هو هذا المقصود من العوارض الذاتية. بقي عندنا أن نقيد بقيدين اليوم، لا مجال هناك قيدان بعد هذا بلا واسطة وأعم أو أخص أو مساوي،
يعني انظر عندنا قد يعرض لا اريد امثله موضوع ومحمول مرة يعرض على الموضوع مباشرة ومرة يعرض على الموضوع بواسطة يحتاج إلى واسطة في العروض مطلقا يدخل هذا في موضوع العلم معين وأخرى قد يحمل مباشرة لكن ماذا المحمول قد يكون أعم المحمول قد يكون أعم للموضوع وقد يكون أخص من الموضوع وقد يكون مساوي للموضوع وهذا مورد بحثنا غدا إن شاء الله يبين أن هذا ما يدخل أيضا في موضوع العلم أو لا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.